بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، نحييكم ونبارك لكم هذه الجلسة القرآنية التي نعيش فيها مع كتاب الله عز وجل، مدارسة لأحكام التجويد وسماعا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك من سورة الروم، من قول الله سبحانه وتعالى: فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. الآية 56 إلى نهاية السورة. هذه الآيات سنستمع إليها إن شاء الله تعالى بروايتي ورش وقال عن نافع، ونتدارس بعد ذلك أحكام التجويد والمقرأ، ونستمع إلى تلاوة القراء معنا، القارئين معنا في هذه الحلقة، ثم أخيرا نتواصل معكم عبر الأرقام المعهودة لديكم لنستمع إلى تلاواتكم الطيبة وإلى القراء المهرة وكذلك المبتدئين في هذا الطريق والسالكين لدرب التجويد والأداء. فنستمع إلى الجميع طلابا مبتدئين ومهارة وقراء. نبدأ مع رواية قالون عن نافع، وذلك مع القارئ أحمد عبد الله السالم، ومعنا كذلك في هذه الحلقة أفاه والباب على اليسار. نبدأ مع اليمين أحمد عبد الله السالم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طيب، ما شاء الله، بارك الله فيك. فبابا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. زيد الإمداد. ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. طيب، بارك الله فيك.
الآن نتدارس أحكام التجويد في هذه الآيات والمقرأ، ونبين الفروق بين ورش وقالون وحفص في هذه الآيات. يقول الله جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبرن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هذه الفاء مهموسة، وينبغي للقارئ أن ينتبه لذلك وأن يحذر من جهرها، فلا نقول ف فيومئذ، هذه خطأ أدائي. ف ف ف مهموسة، ف ثم الميم مرققة دائما وليست مفخمة، فلا نقول فيوم فيومئذ فيوم، هذه خطأ من أخطاء الميم التفخيم فيها. فيومئذ لا يوم، كأنها تكون مفخمة كبيرة، هذا خطأ أدائي. فيومئذ لا تنفع، هذا التنوين حكمه الإدغام بغير غنة، والثاني إدغام غير غنة، ايوه، في اللام والراء ثم كرر، في اللام والراء ثم كرر، الثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، معناها التنوين والله النون الساكنة لين يعود عاقبهم اللام والله الراء، يعود حكمه الإدغام بغير غنة، بغير غنة. فيومئذ هذا التنوين بعده اللام، إذا نقول فيومئذ لا، إذ لا نقرأ كسرة واحدة، نقرأ لا حركة واحدة ونشد اللام. فيومئذ لا تنفع، النون الساكنة قبل الفاء أيضا حكمها الإخفاء مع الغنة، لأن النون ساكنة من، لأن الفاء من حروف الإخفاء. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقى، في زد في تقى. لا تنفع الإخفاء لا بد من الغنة معه، تلازمه الغنة دائما. لا تنفع هذه الغنة. الذين ظلموا، ظلموا هذه إذا قرأنا لقالون أو لحفص نرقق اللام، ظلموا ظلموا. أما إذا قرأنا لورش فنغلظ اللام أو نفخمها، والتغليظ والتفخيم لفظان مترادفان، ولكن الاصطلاح على أن التفخيم للراء والتغليظ لللام، فنقول لام مغلظة وراء مفخمة، ويصلح العكس. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا، ظلموا إذا قرأنا لي ورش برواية ورش، معذرتهم بترقيق الراء أيضا لورش، لأن الراء المفتوحة بعد كسر مرققة، هذه قاعدة من قواعد الترقيق عند ورش، ومدركها في متن ابن بري قول الناظم رحمه الله تعالى: بعد كسر اللازم، أيه، وبعد وبعد كسر اللازم كناظرة، أيوة، ومنذر وساحر وباسر، هذا هو المدرك أو الشاهد، الشاهد من متن ابن بري على هذه القاعدة لورش. بعد كسر اللازم كناظرة ومنذر وساحر، معذرة وناظرة، هذا كله قاعدة، يعني مثال القاعدة.
الراء مفتوحة بعد كسر مرققة لورش، وإذا كانت مرققة لورش معناه أنها مفخمة تلقائيا لقالون ولحفص. ثم الميم الساكنة، وهذه الحالة تظهر في هذه الحالة تظهر لأنها قبل واو، وكما تظهر مع بقية الحروف التي تظهر قبلها، ولكن أهل الأداء خصصوا الراء الواو والفاء بالذكر، خصوا الواو والفاء بالذكر والتنبيه والتحذير على من عدم الإخفاء مثلا أو الإضغام، وذلك لسبب هو أن الميم والواو من مخرج واحد من الشفتين معا، وأما التنبيه على الفاء فلأنه كذلك من مخرج الشفة السفلى من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وذلك أيضا يشترك مع الميم في إحدى الشفتين، ولهذا التقارب الشديد كان التنبيه والتحذير، وكان الإخفاء له موجب قوي، ولذلك كانت الميم والفاء من بين حروف الإظهار مخصوصتان بالذكر وبالتنبيه والتحذير. فقال الجمزور رحمه الله تعالى في التحفة: واحذر لدى واو أن تختفي لقربها والاتحاد فعرف، لقربها أي الميم من الفاء لأن الفاء من باطن الشفة السفلى، والاتحادها مع الواو في المخرج لأن الواو من الشفتين معا، والفرق بين الواو والميم في المخرج هو انفتاح الشفتين في الواو وإطباق الشفتين في الميم فقط. فالميم معها إطباق الشفتين، والواو من الشفتين معا ولكن بانفراج يعني انفتاح قليل. هذه القاعدة أو هذا التحذير ينبغي لأهل الأداء أن ينتبه له، وكثيرا ما يكون الخطأ في هذه الميم الساكنة قبل الواو، وأكثر خطأها قبل الفاء. نعم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم، معذرتهم ولا هم، لا نقول معذرتهم ولا هم، هم ولا هم، هذا إضغام، فغالبا الواو يكون معه الإضغام والفاء يكون معه الإخفاء. كثيرا ما نسمع أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عليهم ولا الضالين، هذه ما هي عليهم ولا الضالين، صحيح عليهم و لا بد نفتح شوي عن الفاء عن الواو حتى يكون صحيحا، حتى لا يلتبس بالميم، حتى لا يكون ميما، فالميم بالإطباق والواو بالانفتاح، فرشة خفيفة بين الشفتين خلاص يأتي مخرج الواو. وإذا لم تأتي هذه الصفة وهذه الطريقة لا نتمكن منها، فإن الميم الواو ستتحول إلى ميم، عليهم ولا، عليهم ولا الضالين، عليهم و لا بد ضم الشفتين قدام. ليس بين التجويد وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، معناها الترويض والتدريب هو اللي عود الشفتين وعود اللسان ويعود المخارج، الحلق على المخارج الصحيحة. ولا هم يستعتبون، شوف هذه الميم عادية، ولا هم يستعتبون هذا إظهار عادي ولا لبس فيه ولا إشكال في نطقه فينطق بسهولة. ولقد ضربنا، إذا قرأنا لقالون نظهر لأن قالون يظهر قد قبل الضاد، أما ورش فيضغمها، وكذلك فقالون يظهر مع الضاد لأنه يقول أن ابن بر رحمه الله تعالى يقول وقد يا أحرف الصفير تستبين، هذا طبعا يشترك فيه قارون ورش، ثم لدار ولشين ولشين وزاد عيسى، زاد عيسى الضاد والله معا، فيظهر قبلهما. يقول لقد ظلمك ولقد ضربنا ض، هكذا. أما ورش فيضغم ولقد ضربنا للناس، نون مشددة فيها غنة، في هذا القرآن من كل مثل، القرآن طبعا
هذا مد بدل مستثني لأنه همزة بعد ساكن صحيح، وهذه قاعدة من قواعد التي استثناها ورش من مد البدل، فقال وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت ما لم تكن همزة آت الثقلي بعد صحيح ساكن متصل ساكن متصل وهذا أيوة نحو مسؤولا فقس والظمآن القرآن مسؤولا، هذه كلمات مثل بها ثم قال فقس قس على ذلك كل همزة بعد ساكن صحيح. نعم من كل هذه النون حكم الإخفاء مثل لعل مثل ولئن جئتهم، إذا وصلنا في حالة الوصل نضغم مع الغنة وفي حالة الوقف يختفي الإضغام. ولئن جئتهم النون قبل الجيم حكم الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة قبل الباء أيضا حكم الإخفاء، جئتهم بآية، إذا قرأنا لورش هنا نمد مد البدل مدا متوسطا بأربع حركات، وأما ورش وأما قالون وحفص فيقصران. ليقولن الذين كفروا، هاي النون مشددة فيها غنة اشتركوا فيها الجميع، ليقولن وغن ميما ثم نون شددة، وهذا من الأحكام المتفق عليها. كفروا فيها مد منفصل جائز، لأن الهمزة بعد المد بعد حرف المد في كلمة أخرى وحرف المد في آخر كلمة، فهذا يسمى مد المنفصل، يسمى المد المنفصل وحكمه الجواز. إن أنتم إن، إذا قرأنا لقالون نسكن هذه النون ونظهرها ونحقق الهمزة بعدها، وكذلك حفص. إن أنتم مع إخفاء النون الساكنة قبل التاء وإسكان ميم الجمع الواقعة قبل همز القطع. أما ورش فينقل حركة الهمز إلى النون الساكنة فيقول إن أنتم إن، هذه الفتحة جاءت من الهمزة نقلت إلى النون من الهمزة، هذا يسمى نقل حركة عند ورش، وشروطه أربعة معروفة. حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف، أو لام تعريف قاعدة أخرى، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل، هذه كأنها أربع شروط بهذه الطريقة. ساكن صحيح قبل هذا شرط، معناه لا بد يعود ساكن قبل الهمزة منفصل عنها كلهم في كلمة. إن أنتم شروط أساس هي تعلق بالساكن، الساكن نعم، لأنه ساكن حرف يعود ساكن وصحيح ومنفصل اللي هو الساكن عن الهمزة وقبلها أيضا، هذه الشروط الأربعة لا بد أن تتوفر فيها الساكن. إن أنتم إلا مبطلون، الميم الجمع عند ورش هنا فيها المد وفيها الضم مع الصلة لأنها بعد قبل همزة قطع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت قبل همزة قطع وقالون سكنها كلها سكنها قالون، فإذا كانت ميم الجمع قبل همزة قطع ورش يضمها مع الصلة يقول إن أنتم إلا مبطلون، الضم واضح الصلة معناها بالواو لأن الضم يناسبها الواو، فهذه الضمة وهذه الصلة أيضا لا بد أن نشبعها لورش لأنه ورش يشبع للهمزة. نعم الباء الساكنة فيها قلقلة مبطلون فيها قلقلة، كذلك يطبع هذه الطاء فيها قلقلة أيضا، على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله، إذا قرأنا لقالون أو لحفص، ما إذا قرأنا لورش فننقل حركة الهمز فاصبر إن وعد الله حق، قاف فيه قلقلة في حالة الوقف قلقلة كبرى فيها لأنه الحرف ساكن مشدد، هذه أعلى مراتب القلقلة. إن وعد الله حق حق، تعود فيها التشديد ويظهر ذلك التشديد في الوقف. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن أنهينا هذه الفقرة
وهذا ما تيسر من أحكام التجويد والمقرأ وبيان الفروق بين الرواة ورش وقالون وحفص فيها. فإذا كان هناك متصل جاهز يمكن أن نستقبل مكالمة في هذه الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج المبارك. نعم قبل نعم إذا قبل أن يكون هناك متصل نذكر الإخوة المشاهدين والطلبة بالأمور الأساسية في هذه في التجويد، وأنه لا بد لكل قارئ أن يهتم بهذه الأساسيات، أساسيات التجويد المتفق عليها بين القراء، وهي المخارج والصفات. فهذه المخارج والصفات محل اتفاق بين القراء، إذا كان من خلاف هناك فهو يسير في عدد مخارج الحروف مثلا، أو اشتراك بعض الحروف في بعض المخارج وغير ذلك، وكذلك الصفات. نعم أحمد مرحبا بك. مرحبا بك أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم شيخ صقر وبرواته واسم طريق الإزراق. مرحبا بك أحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية لأقولن. نعم تقرب رواية أبي يعقوب. نعم مرقت أبي يعقوب الأزرق. نعم يا ولا تقولوا لقد ضربنا. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. أحسنت أحمد السيدي، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمين. نعم نعم الأمين تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا بك الأمين، الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك محمد سالم. سلام شيخ حياك الله شو أقرأ في رواية واصل. تفضل محمد سالم ما رأيك أنا قريب. الله يك أحمد. إيه محمد سالم مرحبا بك تفضل مرحبا بك تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. أحسنت محمد سالم بارك الله فيك ما شاء الله عليك الله يحفظك. مرحبا أهلا الشيخ محمد بويا. يا مرحبا يا مرحبا أهلا الشيخ محمد بويا الله يحفظك حياكم الله. مرحبا أهلا مرحبا بكم وسهلا بخيرت. والله أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك كيف حدث. بارك الله فيك شيخ محمد بويا ما شاء الله. حسنت. نعم خديجة مرحبا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ محمد. مرحبا بكم تفضلوا. لا تقرأ بي رواية ورش. نعم أهلا تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. خديجة نعم لا تقرأي برش والله حفص ورش إن شاء الله لا تنفع لا ينفع حفص لك حفص. فيومئذ لا ينفع هذه رواية حفص هي اللي مكتوب بها الآيات اللي على الشاشة لك حفص اللي على اللوحة. نعم فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا بالناس
الناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن جئتهم بآية الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. دعوتك بارك الله فيك يا خديجة، أحسنتي ما شاء الله. نعم مرحبا وأهلا مريم، تفضلي. أهلا وسهلا بكم شيخنا. مرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. مريم. نعم. الآيات مزات بقى خليتي آية، فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا. أنت تقرأ بير قالون. قالون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما شاء الله أحسنتي، أحسنتي بارك الله فيك، ما شاء الله أحسنتي ما شاء الله. نعم مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك مريم؟ شيخ. أيوة مرحبا بك شيخ، تفضل. المقطع يبدأ من قوله تعالى: فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. هتلاقي تقرأ برش. نعم. الآيات الأخيرة، الأخيرة من سورة الروم. نقرأ برش الله ومعه متصل يقرأ قالوا. أيوة تفضل مرحبا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا. شيخ. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. أحسنت الشيخ بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم نستمع إلى نستمع إلى مريم ثم نعود إليكم بعد فاصل من التلاوة مع قارئين معنا في الاستديو. نعم تفضلي مريم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ دهنا حياكم الله. حياكم الله مرحبا. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم واصل. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما شاء الله حسنت مريم بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة مع القارئ محمد عبد الله السالم على اليمين تفضل. عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله فيك ما شاء الله. فتفضل فاه البابا رواية ورش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون.
ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر إن وعد الله حق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. نعود إلى الإخوة المشاهدين لنستقبل مكالمة جديدة. إذا كان هناك متصل، محمد اسم، تفضل. مرحبا بك. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بك شيخنا وصاحب رواية ورش. والله تفضل، مرحبا بك. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ظلموا، زيد شوي تغليظ. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. نعم. ولقد طردنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، ذيك الهمزة ترقى، ما نقول ذيك الصفة فرنسية، فرنسية اللي فيها بينما العربية القرآن ما هم واحد، صوتهم ما واحد. إن شاء الله. الله يحفظك. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. لا تقول هي اللي خاسرة. في هذا القرآن. أيوة لا بأس. في هذا القرآن. أيوة، لا تخلي صوت يعود داخل الفم كبير، لذلك صوت تفخيم ما هو صح، ما هو صحيح. خطأ في الصفة وتوف، خطأ في الصفة. أيوة. إن شاء الله. بارك الله فيك. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا. زيد مد البدل في آية بآية. إن شاء الله. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أحسنت. كذلك يطبع الله كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحسنت. الله، بارك الله فيك، ما شاء الله، أحسنت، أحسنت. نعم. متصل آخر. طيب. أيوة. تفضل. محمد. من؟
تفضل اخي الكريم. محمد ولد احمد. محمد ولد احمد. محمد ولد احمد تفضل، مرحبا بك. اي روايه لي تقرا؟ روايه قالوا نعلم. والله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف فإنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. أحسنت، بارك الله فيك. محمد الأحمد أداء جيد ما شاء الله، تلاوة جيدة، بارك الله فيك. أيوة نعم تفضل. ألو. نعم يا صاحب المقطع القرآني الوجيه. مرحبا بكم، باسم الكريم. محمد طالب ولدي. أه مشي بريء مطالب ولدي مشي بريء. قالوا أحمد طالب، مرحبا بك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحسنت، بارك الله فيك ما شاء الله. إذن بارك الله في الجميع، في الإخوة المشاهدين والمتصلين الذين قرأوا في هذه الحلقة واستمعنا إلى أدائهم الطيب والتطبيق المتميز. بارك الله فيكم جميعا، أحسنتم ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذه التلاوة وفي هذا الأداء وفي حفظ كتاب الله عز وجل، وأن يرزق أبناء المسلمين حفظ كتاب الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان في الوقت بقية نذكر الإخوة المشاهدين والطلبة بالاهتمام بمخارج الحروف وصفاتها، وأن المخارج هي المرتكز الأساسي في التلاوة. فإذا كانت التلاوة فصيحة واضحة، مخارجها واضحة، كل حرف أخذ حقه في مخرجه وأخذ حقه في الصفات وأخذ مكانه، لم يدمج مع غيره، تكون القراءة واضحة وفصيحة. وهذه المخارج لا بد أن نهتم بها، تكون أولا واضحة ومسموعة، ويراعى فيها يراعى كل حرف وحده. فالمخارج لا بد أن نراعي الحرف عند نطق المخارج،
الكلمة لابد أن نراعي الحرف وحده، وأن نراعي الحرف مع غيره، مع غيره من الحروف، يعني مع مجاوره. فالمجاورة تؤثر أحيانا، خاصة إذا كانت هذه المجاورة من حروف الاستعلاء، فالمهارة تمنع هذا التأثير. كون طالب يستخدم مهارة الإتقان، إتقان المخارج والصفات، تمنع هذا التأثير، تمنع تأثير الصفات بعضها على بعض. الصفة القوية تمنعها أن تؤثر على الصفة الأضعف، وكذلك المهارة في الصفات تمنع إعطاء صفة لحرف لا يستحقها وليست له، وهكذا. إذا كانت المهارة حاضرة واستخدمت هذه المهارة في نطق الحرف ونطق الكلمة وتركيب الكلمة مع غيرها مع الكلمة الأخرى أيضا، هذه هي الخطوات التي ينبغي للقارئ أن يراعيها في نطق في الأداء، وهذا يكون في وقت واحد. يعني لا بد أن نستخدم مهارة نطق الحرف ونطق الكلمة وتركيب الكلمات، هذا مهم جدا. إذا كانت القراءة واضحة وفصيحة هذا هو الأساس، هو المطلوب، ثم يأتي لاحقا بعد ذلك في الأولوية وفي الترتيب في الأحكام، الأحكام الأساسية، تطبيق الأحكام كالأمداد والغنن والإضغام والإظهار، تطبيق هذه الصفات. وكذلك في المرتبة الأخيرة الصوت، هذا الصوت هذا يعني طالب يبذل فيه جهده، يحاول أن يحسن صوته وأداءه، هذه الأصوات تختلف، يعني الذوق فيها مختلف، والله عز وجل يمنح عباده، كل يرزقه صوتا وأداء مختلفا عن الآخر، والناس يختلفون كذلك في استقبال هذه الأصوات، فمنهم من يحسن هذا ومنهم من يحسن هذا ومنهم من يستحسن هذا وهكذا. فالأهم الأساسي هو الأحكام، الأحكام يعني مخارج الحروف وصفاتها وتطبيق الأمداد والغنن والإضغام والإظهار، وكذلك في المرتبة الأخيرة من التجويد المقرأ، المرتبة الأخيرة المقرأ، يعني لابد أيضا أن نراعي الفروق بين الروايات، فلا نخلط رواية برواية، نحافظ على الرواية، رواية ورش أو رواية قالون أو رواية حفص، نحافظ على الرواية. وهذه الأحكام الأساسية واجبة، واجب تعلمها وتطبيقها على كل قارئ، وهي المقصود بها قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وعليه لا بد أن نهتم بهذه الأحكام الأساسية التي لا تصح القراءة دونها، ونراعي مراتب التجويد، التدوير، الحذر والتدوير والتجويد. الحذر هو الأقل، هو يعني المرتبة الأخيرة التي لا يجوز ما بعدها، ما بعدها من الهذر، من الهذ أو الهذرامة أو غير ذلك لا يجوز، وهو دمج الحروف بعضها مع بعض. نعم، إذا كان الوقت قد انتهى في نهاية هذه الحلقة، أشكركم جميعا على حسن المتابعة وحسن الأداء والتجويد، كما أشكر القارئين معنا في هذه الحلقة: محمد عبد الله السالم والقارئ فا والبابا. الشكر موصول للفريق الفني الذي أشرف على هذه الحلقة، على إنجاز هذه الحلقة، على إنجازها في مجالاتها المختلفة في الصوت وفي الإخراج وغير ذلك، وفي البرمجة وغير ذلك من الأمور الفنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يبارك فيهم وأن يتقبل من الجميع، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة ومحبة كتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا خدما لكتابه إنه لذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.